مساكم الله بالخير الأخوان الأعزاء اللي يسمع البصمة. أنا محدثكم حسان سعود قحار الحسان الشمري من العراق من ربيعة. بخصوص العيال المفقودين من اليوم، جانا الخبر وللأسف والله تأسفنا على الموضوع اللي صار، وأنا ألوم العيال إذا الله كتب لهم السلامة ليش يجون المناطق ما عندهم تنسيق عشائري تنسيق أمني، إحنا نقدر نوفر لهم سيارات حمايات تطلع معاهم. على كل اللي صار صار، هم العيال داخلين المنطقة محظورة أمنيا وعسكريا وسكنيا أيضا، هذه يسمونها جزيرة الأنبار صلاح الدين نينوى، هذا المثلث يحطنونه داعش، مقرات داعش، فالعيال الله يفرج عنهم داخلين على قلب داعش. حسب المعلومات الأولية اللي حاليا أنا من قبل ربعنا الإخوان من قبيلة العوازم والمطير والظفير اللي كلموني وكلفوني بالموضوع، ومن الصبح قاعد نسعى، الحين توصلنا إلى نتيجة أنه الجهة الخاطفة للعيال الظفيري والمطيري داعش، لأن العيال متيهين أقرم صلاح الدين جزيرة صلاح الدين، متيهين في الطريق وجايين على منطقة يسمونها وادي الثرثار معروفة عندنا، هذه يقطنونها داعش. احنا مقرات داعش في العراق نسميها المضافات، فهم جايين على مضافة لداعش ضاربينهم وحارقين السيارة، بس العيال طيبين إلى الآن حسب المعلومة، أسرى لدى تنظيم داعش. غدا إن شاء الله سوف تشرع قوة أمنية كبيرة، اتصلت بقائد عمليات صلاح الدين لواء ركن عبد المحسن العباسي، اتصلت بقائد عمليات غرب نينوى، اتصلت بقائد عمليات الأنبار، باكر راح تشكل قوة من 3 قيادة عمليات إضافة إلى قيادة عمليات الحشد والحشد الشعبي والحشد العشائري، وراح ينطلقون على هالمناطق هذه إن شاء الله. ادعوا ربنا، ادعوا ربنا الكريم إنه يفرج عنهم ويفكون أسرهم. راح نزودكم بأي معلومة يصير إن شاء الله جديدة. فأنا أوجه رسالة للأخوة الكويتيين مرة أخرى، السعوديين، أخواني الكرام، أحبائي، ربعنا، ناسنا، عزوتنا، والله العظيم بيوتنا مفتوحة لكم وارواحنا قدامكم، لكن لا تدخلون على مكانات ما عندكم ناس تأمن لكم المكان، ولا تجون على ناس ما تعرفونهم. حمايل العراق معروفين، شمر وغير شمر، من كل العشائر خير وبركة، اللي له رجل عند عشيرة معينة قول له أمن لي المكان اللي راح أصيد به، أما أنت تروح على وجهك لا على التعيين، لا والله هذا غلط. عندنا مكانات بالعراق، حنا العراقيين ما قدرنا نصله، فأتمنى من جنابكم الكريم أصير عندكم توعية بخصوص هذا الأمر. والله مو عنشين، الخير كثير وبيوتنا مفتوحة ورباعنا ونارنا شابة، لكن حنا سلامتكم، مثل هذا أخوي الظفيري ومطيري راحوا على وجههم، والله يفرج عنهم إن شاء الله ويكتب لهم طولة العمر، يعني هم برزينهم راحوا. فأتمنى منكم أنكم تدعون لهم أن الله يفك أسرهم، وأرجع وأكرر لكم أن هذه المعلومات هي معلومات أولية وشبه نهائية، حصلناها من جميع القيادات الأمنية الموجودة على خط هماس مع داعش في هذه المناطق صلاح الدين ونينوى والأنبار. وأي شيء جديد إن شاء الله نكرر عليكم. تحياتي لكم.